دي أولى محطاتنا الصباحي، ودائما بنتكلم عن الكليات والمعاهد والجامعات، وكلها ممكن تزهو بالتعليم وتزدهر، خاصة نحن في فترة جديدة محتاجين لأبحاث علمية، محتاجين لخطط استراتيجية وكمان شراكات بالنسبة لكلياتنا ومعاهدنا والعالم الخارجي. في تجربة فريدة وذكية أيضا من نوعها، نتكلم عن كليات، نتكلم عن معاهد أيضا عندها شراكات مختلفة داخليا وخارجيا. سعداء ينضم لنا عبر صباح الشروق دكتور أسامة حسن علي فضل الله، رئيس رابطة خريجي أكاديمية السودان للعلوم. حنتكلم عن فكرة هذه الأكاديمية وشراكات المختلفة ومدى إسهامها أيضا في الجانب التربوي والتعليمي داخل وخارج السودان. أهلا وسهلا يا دكتور، صباح الخير. صباح النور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. اتشرف استحبكم لي في الجولة الصباحية دي على قناتكم الموقرة الشروق. الله يكرمك. مرحبا بك. مرحبا بك يا دكتور، نحن نتشرف اكثر، وخاصه انه في قضايا واهتمام مشترك من الدوله لقضايا التعليم، وفي مؤتمرات كثيره جدا عن التعليم، سواء كان التعليم الابتدائي الثانوي او التعليم الجامعي، دي كلها بتصب في مصلحه المواطن العزيز في عهد جديد. عايزين نعرف فكره عامه عن اكاديميه السودان للعلوم. اوكي، اكاديميه السودان للعلوم هي جامعه حكوميه للدراسات العليا ذات خصوصيه، وذات خصوصية دي بتعني لنا بأنه هي جامعة متطورة وما جامعة تقليدية زي وزي الجامعات الأكاديمية المعروفة لدى كل المشاهد والناس العامة، بأنه هي ما معناته بأنه كليات ومعامل، لا، هي عبارة عن تقانات وتقنيات، ونحن بنشتغل على الفيلد باعتبار أنه نحن الطالب الخريج اللي بيطلع مننا بيكون طالب يعني جلوبال، طالب يعني ممكن يواكب كل العالم بالتقنيات اللي عندنا والتقانات اللي عندنا. فأكاديمية السودان للعلوم هي النشأة والفكرة بتاعتها منذ منتصف السبعينات في القرن الماضي، كان في مؤتمر في الجزائر للوزراء المسؤولين من التعليم، وعملوا المؤتمر وأدوا بعض التوصيات بأنه يعملوا جامعة شبيهة لجامعة الأمم المتحدة، هي أصلا عندها عدة تخصصات ومراكز بحثية، والفكرة تمحورت إلى أن وصلت في العام 1981 جامعة الخرطوم كانت مستضيفة الدول العربية، جامعة الدول العربية كلها، باعتبار أنه يضعوا سيستم، وكان حددوا بروفيسور اسمه فيصل تاج الدين أبو شامة نائب مدير جامعة الخرطوم يعمل دراسة جدوى ويعملوا لجنة، واللجنة طلعت بتوصيات وطلعت بأعمال نفذتها الجامعات الدول العربية في البحرين ونجحت. فعندنا بروفيسور عصام، فبروفيسور عصام هو صاحب الفكرة بتاعت إنشاء أكاديمية السودان للعلوم في السودان هنا. جميل. نعم دكتور، نحن بنشوف إنه الجامعات والكليات والجامعات الخاصة كمان عارفين انه مرات معين الدولة ما بتسعى لتنفيذ كثير جدا من الجامعات الحكومية اللي بيكون عندها أفرع، لكن بتأتي الجامعات الخاصة بتكون عندها عمل موازي وإسهام كبير في عملية التعليم ده بقدر الطلاب اللي بيأتوا سنويا للتقديم. نتكلم عن معظم الدراسات بتكون نظرية في الجامعات، وده السبب اللي بيخلي أحيانا في الجامعات، طبعا نبعد ما كل الجامعات، بيخلي الطالب ما مؤهل لسوق العمل. انت ذكرت من خلال الأكاديمية انه الطالب بيكون مؤهل لسوق العمل. طيب نتكلم عن خصوصية الدراسات العليا في الكلية او في الجامعة، احنا نتكلم عن دبلوم عالي ومن ثم الماجستير او الماستر، فخصوصية الدراسات العليا في الأكاديمية الدراسات العليا في الأكاديمية طبعا هي خصوصيتها وميزتها بانه هي دراسات تطبيقية عملية، ونحن أكاديمية، أنا ما 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 تمت لك الباقي، الأكاديمية هي تتكون من شراكة ذكية. كنا حنجيها في محور آخر والشراكات الداخلية والخارجية أيضا. نعم. لكن تفضل. يلا، بموجب الشراكة الذكية نحن بنقدم، يعني لما أنشأت الأكاديمية أنشأت لحوجة ماسة للدولة، كانت عندها حوجة ماسة لكيان زي أكاديمية السودان للعلوم،
لانه لما بدت اصلا في وزاره التقنيه والتكنولوجيا، وكانت هناك في عده كوادر بشريه في الوزارات في السودان محتاجه للتطوير والتاهيل، وكانوا بيطوروا الموظفين والكوادر خارج السودان بالعمله الصعبه، وكانت بترهق الدوله ارهاق شديد. فالاكاديميه انشئت من اجل هذا الاساس، يتم التطوير وتنميه الكادر البشري داخليا ومحليا وباقل تكاليف. فارجع لسؤالك بانه التغنيه اللي بتلقاها في الاكاديميه بانك انت دبلومك العالي، ماجستيرك، دكتوراتك، يعني انت بتطبق تطبيق عملي في 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 في, في الجهه اللي انت بتعمل فوقها دراستك البحثيه. طيب يا دكتور اسامه، ده الامتداد لكلامك. يعني التطبيق العملي ده بيقودنا لسؤال مجالات وتخصصات الاكاديميه، يعني هل جانب علمي ولا في جوانب برضو ادبيه بالنسبه للشخص اللي عايز يلتحق بالاكاديميه؟ في جوانب اصلا هي مجالس بحثيه، والمجالس البحثيه هي بتتكون زيها غرين، تعتبر زي الكليات الجامعيه. يعني عندك انت الام بي اي، ده المجال الاقتصادي والمجال الاداري. صحيح. وعندك المجال الهندسي، ناس الطاقه الذريه وناس علم المجتمع، تنميه المجتمع والهيئه الدبلوماسيه، عندك الدراسات الدبلوماسيه والدراسات الدوليه. يعني احنا عندنا عباره عن 11 مجالس بحثيه تابعه للاكاديميه بتاهل الخريج تاهيل على حوجه ومستوى السودان ككل. نعم. طيب يا دكتور، اذا تكلمنا انه في كثير جدا من الجامعات والمعاهد والاكاديميات عندها شراكات مع بعضها البعض. نعم. من اجل النهوض بمستوى التعليم، ايضا في خبرات متبادله. نعم. بين الجانبين عشان يقدموا خدمه تربويه وخدمه تعليميه بالنسبه للطلاب. نعم. عايزين نعرف عضوية الجامعة مع الجامعات الأخرى والأكاديميات الأخرى. نحن أكاديمية السودان أصلا هي عضو في اتحاد الجامعات السودانية. نعم. واتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الأفريقية، وعضو في المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي. ده غير الشراكات والاتفاقيات مع الجامعات الداخلية، الاتفاقات شراكات بتاع التفاهم بين جامعة السودان، جامعة أم درمان الأهلية، معظم الشؤون المغتربين برضو تاهيل، بأنه يكون في شراكة ذكية باعتبار أنه هم يستفيدوا من المقدرات والقدرات اللي عندنا من كوادر علمية. وبعدين كان دار أوضح بأنه الأكاديمية هي عبارة عن لايت ستراكشر، يعني الترهرف بتاع أنه الإدارة تكون متشعبه ومتشتته تمشي بخط لايت ستراكشر، هيكل خفيف من اداره عليا، وبعد ذاك المجالس هي بتدير المواقعه عن طريق الشراكه الذكيه بيننا وبينهم. لكن واجهتنا اشكاليه في الاكاديميه بانه صرح عظيم زي ده يقوم يحصل لنا عمليه بتاعت دروب من العام 2016. يجينا خطاب من الجهه المعنيه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، ويجي خطاب اصلا الخطاب في بكل المقاييس خطاب ما 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 يليق بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، يجي من دائره داخل الوزاره القبول والتسجيل وتوثيق الشهادات لامين الشؤون العلميه بانه يوقفوا القبول والتسجيل بالاكاديميه، ويا امين الشؤون العلميه بالاكاديميه دايرين انك تجيب لنا مدير الاكاديميه وتجيب لنا الجهات المعنيه في الاكاديميه يجونا في اجتماع. تفتكر ليه؟ كان ليش بالضبط؟ ايوه بيفتكر بانه في 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 ايادي خفيه منذ الزمن البايد، النظام له علاقه بالجانب السياسي. هي ما
كواكب العولمة. الأكاديمية لما بدأت 2004، الأكاديمية السيستم والنظام اللي اتعمل الآن، الرئيس الولايات المتحدة ترامب بينادي ووضع قانون بأنه مهارة. المهارة، أن إحنا بدينا بالمهارة، بأنه أن إحنا بنأهلك كمهارة أول شيء، وشهادتك أنت ودي بتقدم المهارة والموهبة. الله يفتح عليك، باعتبار أنه دي الحتة اللي إحنا ساعين فيها الأكاديمية لما بدت، ومصرين بأنه الأكاديمية تكون بنفس السيلبس بتاع